أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامج رادار. تتابعون التكتيكات العسكرية وتحركات ومواجهات الجيوش والفصائل العسكرية وعمليات ومواجهات الحشد الشعبي والدولة الإسلامية من جهة، والجيش الحر وقوات النظام من جهة أخرى، كافة الشؤون العسكرية المتعلقة بالأرض السورية مع هشام خريسات. أعزائي مستمعي راديو أورينت، أحييكم على موجات بثنا اليومي وأرحب بكم بحلقة جديدة من برنامجكم رادار. جميع ما يتفضل به ضيوفنا الأكارم بكل حلقة لا يعبر نهائيا عن رأي مؤسسة أورينت ولا تتبناه. ملفنا لهذا اليوم الصدر: مظاهرات أم مناورات أم عسكرة بغداد؟ حكومة العبادي دعت الصدر إلى العدول عن فن ابتداعه وهو فن المظاهرات، وذلك خشية الفوضى وحتى لا يتم إشعال قوات الأمن في ظل التفجيرات التي تضرب العاصمة العراقية شرقا وغربا والتي يتبناها في الأغلب تنظيم الدولة داعش. الصدر أصر على تنظيم المظاهرات التي كان وصفها بالمليونية وأكد سلميتها في تصريحات له وسط أنصاره في ساحة التحرير، وقال إن المظاهرات لن تكون موجهة إلا للمفسدين وأنه لا يقبل التعدي على أي أحد من قوات الأمن. وقبل ظهوره في ساحة التحرير أطل الصدر في كلمة تلفزيونية بلباس عسكري خلال زيارته مكان التفجير الدامي في منطقة الكرادة ببغداد، وهو ما أثار مخاوف من صدامات محتملة في العاصمة. وكان الصدر قاد في الربيع الماضي مظاهرات على أسوار المنطقة الخضراء في بغداد، وفي مايو أيار الماضي اقتحم متظاهرون مقرات سيادية بالمنطقة المحصنة لتندلع مواجهات أسفرت عن مقتل 4 أشخاص. السؤال هنا: الصدر مظاهرات أم مناورات أم عسكرة بغداد؟ توقيت الاستعراض العسكري المفاجئ ومكانه ومحاولته لثني الصدر عن تنظيم مظاهرات. أتباع الصدر يعتبرونها مظاهرات حاشدة، والحكومة العراقية تصفها بالإرهاب بكل معنى الكلمة. لماذا ظهر الصدر وسط بغداد مرتديا الزي العسكري؟ سنناقش هذا الموضوع بمحورين. المحور الأول: قال العبادي مكافحة الفساد لا تكون بإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والاعتداء على المواطنين والمال العام وتعطيل الخدمات وأعدام المتظاهرين، وسيجنب البلاد الفوضى، محذرا من تشتت جهد القوات العراقية المنشغلة حاليا بالتحضير لمعركة الموصل لاستعادتها من قبضة تنظيم الدولة. المحور الثاني: قال الصدر أنه يريد أن يثبت للعراقيين وللعالم أن شماعة محاربة الإرهاب التي ترفعها الحكومة لن تنطلي على الشعب العراقي، وأنه حريص على مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب. سنناقش هذا الموضوع مع ضيوفي لهذه الحلقة، كل من الأستاذ الدكتور المهندس هلال الدليمي وسعادة الشيخ عبد القادر النايل. سنستمع إلى كل ذلك ولكن بعد الاستماع إلى هذا التقرير. قال الصادر المظاهرات سلمية ولن تكون موجهة ضد أحد إلا للمفسدين، مشددا على أنه لن يقبل بالتعدي على أي أحد من قوات الأمن. وأضاف الصادر خلال كلمة في ساحة التحرير وسط بغداد أنه جاء ليبعث رسالة أمن وطمأنينة وسلام لسكان بغداد وللعراقيين، وأراد أن يبدد الصورة السلبية التي استغلها معارضوه حين ظهر بزيه العسكري في موقع تفجير الكرادة. أراد أن يقطع الطريق على أي صدامات متوقعة مع الأجهزة الأمنية، حيث علقت وسائل الإعلام العراقية على ظهوره بالزي العسكري بأنه يريد أن يعسكر بغداد. وأظهرت عدة سيناريوهات للصدامات المتوقعة بين عناصر تياره والأجهزة الأمنية. ظهور الصادر في ساحة التحرير كانت له رسالة في الشكل والمضمون، حيث أكد على أن المظاهرات قائمة وهو غير آبه بنداءات رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي للمطالبة بتأجيلها، ليثبت أن شماعة محاربة الإرهاب التي ترفعها الحكومة لن تنطلي على الشعب العراقي، وأنه حريص على مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد. وأغلقت القوات الأمنية العراقية عددا من الجسور وطرق الرئيسية في بغداد، وبدأت عمليات تفتيش واسعة النطاق، بينما دعت الحكومة إلى تعليق المظاهرات معتبرة أن هذه التحركات تشتت الجهد الأمني في مشاكل جانبية، في حين أن كل الجهود يجب أن تنصب على دحر تنظيم الدولة. الصدر وصل إلى بغداد مرتديا زيا عسكريا وتوجه على الفور إلى منطقة الكرادة التي شهدت تفجيرا أودى بحياة 292 شخصا، وكان في انتظاره الآلاف من أتباعه الذين هتفوا تأييدا لوصوله. تسود في بغداد مخاوف من
صدام محتمل بعدما شددت السلطات العراقية موقفها المعارض لمظاهرة حاشدة ضد الفساد دعا إليها زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر لخروجها في بغداد. وصدرت تحذيرات حكومية بالتعامل مع المظاهرات بوصفها عملا إرهابيا، وذلك بعد أن كان الصدر أكد حتمية المظاهرات وطابعها السلمي. وقالت خلية الإعلام الحربي العراقية إن المظاهرات غير مرخصة، وقوات الأمن ستتعامل مع أي مظاهر مسلحة بوصفها تهديدات إرهابية، ودعت المواطنين إلى عدم المشاركة فيها. وبحسب ما ذكرته خلية الإعلام الحربي عن أهمية عدم إشغال القطاعات العسكرية عن حربها ضد الإرهاب، وبالأخص مع الانتصارات التي تحققها ضد تنظيم الدولة، هذا وتم التأكيد على سيادة القانون والالتزام به ومنع المظاهر المسلحة إلا للقوات الأمنية. نرحب بضيوفي على المحور الأول، كل من الأستاذ الدكتور المهندس هلال الدليمي وسعادة الشيخ عبد القادر نايل. أهلا وسهلا بكم سعادة الشيخ عبد القادر. لماذا ظهر الصدر وسط بغداد مرتديا الزي العسكري؟ أي رسالة يريد أن يرسلها ولماذا يريد أن يرسلها؟ أهلا وسهلا بكم أستاذ هشام ومستمعيكم الكرام وبضيفك العزيز الدكتور هلال الدليمي. أهلا وسهلا بك. ما جرى هو تبادل أدوار، وهي كما معلوم أن الصدر كان موجود في إيران، وإيران تريد أن تلعب على وترين، لأنه كما معلوم حزب الدعوة الحاكم مع المؤتلفين معه قد فشل، وهناك طرفين لدى الائتلاف الشيعي، طرف يقوده الصدر ومعلوم تماما هو الذي جاء بحيدر العبادي عندما ضغط باتجاه عزل المالكي، وحتى أنه استطاع إقناع إيران بالتنازل، ومن ثم طرف آخر يقول حزب الدعوة والجناح المتطرف الشيعي الذي معه من الميليشيات ومن بعض الأدوات التي كانت عند الصدر وعمار الحكيم كالعصائب وفيلق بدر، والذي كانت الآن تعمل مع حزب الدعوة. لذلك هذا الصراع هو صراع من أجل إثبات من الأقوى، من أجل أن يكون هو الذي يريد فرض هيمنته على الدولة وفرض رئيس الوزراء، ربما لأن بغداد ربما ستشهد انقسامات حادة في الأشهر القادمة والقليلة، ولذلك يريد أن يكون هناك تواجد له، لا سيما أنه رشح فيما مضى رشح لدورتين، رشح ابن الصدر ليكون رئيس للوزراء والذي رفض من قبل إيران ومن قبل حزب الدعوة الذي بنى مؤسسات الحكومة وبالذات الأمنية ورعى الميليشيات لتكون الجناح القوي الذي يستطيع كسر خصومه. ولذلك ظهر بملابس عسكرية وسط بغداد، هي رسالة واضحة أنه يمتلك الميليشيات، ولأنه كانت هناك أنباء متداولة عن استهداف الصدر وأتباعه من خلال قيادة العمليات والجيش والميليشيات الأخرى، بالذات ميليشيات الخرساني وفيلق بدر وميليشيات العصائب التي حقيقة تكن العداوة الكبيرة لميليشيات السلام وميليشيات الصدر. لذلك هو أعطى رسالة أنه موجود ولديه قوة عسكرية يستطيع فيها مواجهة الحكومة وحزب الدعوة ومن وعه من الميليشيات، وأنه قادر على فرض الإرادة في بغداد وأنه موجود في بغداد. على هذا الأساس ظهر بملابس الزي العسكري ليعطي نموذجا واضحا أنه أيضا يمتلك قوة عسكرية داخل بغداد، ليس فقط الحكومة والميليشيات التي رعتها، وبالتالي ليؤسس أن بغداد اليوم موجود في تنازع الميليشيات بطريقة واضحة تماما وليس تنازع دولة أو أشياء. نعم، ابقى مع سعادة الشيخ. أهلا وسهلا بالدكتور هلال الدليمي. دكتور، ألا ترى أن الصدر هو لا يختلف عنهم من حيث سجله الإجرامي وسرايا الموت الرهيبة وسرايا السلام، ولا يختلف كثيرا عن حزب الدعوة، فلماذا اخترع علم المظاهرات في العراق جديدا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وكفى والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ولمن أهتدهم اكتفى. وأحب أن أحييكم في هذه القناة الكريمة وأحيي شيء الشيخ عبد القادر نايل والكادر من خلف الكواليس العاملين على إيصال الحقيقة لشعبنا أينما كان. أهلا وسهلا. قضية المظاهرات في العراق والصدر مسرحية طويلة بدأت منذ أن
أتى المحتل الأمريكي وبدأ التيار الصدري يظهر بمظاهر المقاوم وخدع قسم من الناس وبعدها تخلى عن سلاحه وسلمه للأمريكان أي باعه للأمريكان، وهذا ما لم حقيقة يتوقع منه في بداية الأمر لأنه اعتبر تيارا مقاوما للمحتل وبقى يتغنى بهذا المجد لحد الآن، يقول نحن تيار مقاوم. ولكن أوقف كل عملياته ضد المحتل الأمريكي واستغله الأمريكان والإيرانيون لكي يلعب حجرا توازن في الأحداث في العراق، وهو مرتبط ارتباطا مباشرا بإيران ومسؤوله المباشر وكاظم الحائري الذي مقره في قم وطهران. وبالتالي كل هذه المظاهرات التي يلعب بها المقتدى الصدر لها سوابق أنه لم يثبت على موقف إطلاقا على أي موقف كان، الموقف الأول تنكر عنه والموقف الثاني تنكر عنه ودعا محاضرة للمظاهرة في ساحة التحرير ومن ثم تنكر لها ومن ثم سحب جماعته، وفي مرة أخرى أعلن مظاهرة تأييد للمالك مليونية التي ذكر الشعب العراقي هذا، ومن ثم هذه المظاهرات اللي هي تشتغل بس بعطلة الخميس والجمعة أو الجمعة، وكأنهم يضحكون على الشعب العراقي. وهو هذا الأمر كذلك، كيف ينادي أتباع الصدر في ساحة التحرير وفي المواقف في كثير من مواقع بغداد، ودخلوا عندما دخلوا البرلمان والمنطقة الخضراء ولم يمسهم أحد، ورأينا هذا اللواء الركن الذي يقبل يد مقتدى الصدر وهو داخل للمنطقة الخضراء، فلا يضحكوا علينا. هذه المسرحيات تبادل الأدوار بين عملاء إيران، يظهرون أحدهم بموقف المتشدد والآخر بموقف الوطني، وهم كلهم لا وطنية لهم، لأن الذي اختار أن يكون عميلا للمحتل الأمريكي أو الإيراني أو أي جهة أخرى هذا لا وطنية له. الأمر الآخر اللعب على عواطف وحماس الجماهير، هذه سياسة إيرانية تلعبها إيران بقذارة. لاحظ أن كل الشعب العراقي خرج على المرجعيات وخرج على المعممون وعلى المعممين عفوا، وقال أن باسم الدين سرقونا الحرامية، باقونا سرقونا. إذن هنا إيران تدخلت لكي تعيد الهيبة للمعمم وإن كان مغفلا. تحركت الصدر ليقوم بهذا الدور الذي ظاهره الوطنية وباطنها التآمر على أهل الوطن، لأنه هناك أتباع يتبعونه بالآلاف. الشعب العراقي في هذه المرحلة حقيقة ركز على ناحيتين، إيران ركزت بالمشروع على ناحيتين، أن تقضم الكتلة الصلبة التي لا تتبع هذا التوجه الإيراني وتخدر النصف الآخر. تخدرهم كيف؟ بهذه المظاهرات التي تخرج يوم الجمعة وينتهي دورها، وإذا طلبت الحكومة وإيران من مقتدى صدر أن لا يدفع أصحابه إلى المظاهرات، وكأنه مسرحية هزلية تدار بشكل مفضوح. الأمر الأخطر من هذا أن هناك توجهات جماهيرية في كل العراق تؤكد على أن فساد الحكومة وفساد هذه المنطقة وفساد المنطقة الخضراء وفساد الأحزاب وتبعيتها لإيران. كيف يقنعني مواطن من أتباع التيار الصدري أنه يخرج إلى الساحات بأمر مقتدى الصدر ويقول إيران برا برا وبغداد تبقى حرة، وفي اليوم الثاني يذهب مقتدى الصدر إلى إيران بطائرة إيرانية خاصة ويبقى هناك لمدة شهرين أو كما قال أنه يعتكف لأنه الاعتكاف في قم مقدس. هذا الكلام كله ويأتي بعدها ليظهر مرة ثانية ويخرج وهكذا، وكأنه الشعب العراقي أصبح شعبا مغفلا لهذا الحد لكي يستدرجه هؤلاء إلى هذه المسرحية الهزيلة. الآن عندما طلبت منه إيران عدم التظاهر سحب المتظاهرين وغير كلامه بالكامل. الآن أمريكا برا برا بس على القوات البرية، أما الطيران اللي يحمل ميليشياتهم في كل مكان هذا حلولس، لكن عفوا يعني حلولس هذه مفردة استخدمها الشاعر الشعبي الشهيد هادي العكاشي رحمه الله ضد إيران في حرب 8 سنوات. فالقصد أنه هؤلاء المعممون يستغفلون الناس، يستغفلون مشاعرهم ويلعبون على العواطفهم باستغلال الحماس وجذب الانتباه فترة معينة، وينفسون عنه بمظاهرات لا تجدي متفق عليها لا تجدي نفعا.
لاحظ أن المظاهرات التي خرجت تطالب بحقوق واضحة وثابتة في الأنبار وصلاح الدين وإلى آخره، مطالب أقل بكثير من مطالب الصدر التي لم تنفذ ولم تنفذ. هذه اللعب باتت كالدمى في يحركون الناس في شوارع بغداد، هذا أصبح مكشوف. ماذا كيف توجهت إيران وأتباعها والمالكي والجيش في 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 مجزرة مروعة في الحويجة وفي الفلوجة 13 شهيد في بداية في الموصل 7 ومن ثم في مجازر في ديالة، وإلى أن فرغوا كل هذه المنطقة وهجروا كل هذه المناطق. الآن في هذه اللحظات حقيقة هناك أمر يدبر بشكل خطير وخطير جدا، نريد أن نعلن عنه الآن. هناك أمرا بإلقاء القبض على كل المتظاهرين السنة من أهل الأنبار الذين لم ينتموا للصحوات ولم ينتموا إلى كل الفصائل التي ساندت الحكومة العراقية والميليشيات الحشد الشيعي الصفوي في قتل أهل الرمادي وأهل الأنبار. الآن عليهم أمر إلقاء قبض، ولكنهم بمئات الآلاف. لا يهم أخي الكريم، ما يعني القضية الآن، تعرف كم شخص الآن في معتقلات الأنبار في الحبانية وفي قاعدة الأسد وفي عامرية الفلوجة؟ تتكلم أنت ب30 إلى 35 ألف رجل الآن محتجزين في الأنبار من أهل الفلوجة الذين خرجوا 180 ألف بشهادة الأمم المتحدة. كل الرجال اعتقلوا على الإطلاق إلا من أخرجوا بكفالات أو بشيء آخر، وهم عدد قليل. أما كل من عمره أكثر من 12 سنة فما فوق فهو معتقل رهن التحقيق، وأصبحت هناك تسعيرة لهؤلاء الناس الذي يذهب لكي يوصل غذاء أو ماء لسجين لديه في قادة الحبانية أو في مكان آخر $500 الدخولية. يعني أن تذهب ربع ساعة تسلم على ابنك وتعطيه ماء أو توصل له طعام وتوصل له ملابس، هاي $500. إذا تريد تودي إلى محكمة تعجل في وصول المحكمة عليك أن تعرف التسعيرة $2,500 إلى $5,000 وهكذا. أصبحنا نباع أخي في بلدنا، ها هي الحقيقة. أنه أهل السنة الآن إذا طبق هذا القرار الأخير الذي سرب اليوم صباح هذا اليوم من قبل أحد أعضاء الشرطة برتبة عقيد أو مقدم، ومن قسم من موظفي الخالدية، قالوا هناك أوامر بعشرات الآلاف، وبدأت الصحوات البمحل وغيرها تنفذ الاعتقال كل حتى الذين خرجوا بأمر محكمة. يعني تلاحظ أنه اتهمت أنه شارك بالاعتصامات أو لم ينتمي إلى الصحوات، فإذا هو هذا بدون أي تهمة هو داعشي. هذه العملية اللي تخطط لها الآن الحكومة هي حقيقة عملية قتل وجمع أكبر عدد وتهجير أكبر عدد من أهل السنة. على أثر هذه القرارات لاحظ نسبة النزوح إلى أربيل وإلى خارج العراق بشكل متزايد ومتسارع جدا. أصبحت بطاقة الذهاب إلى أربيل بالطيارة $170، وشركات ما تلحق. اللي يرجع من أربيل، اللي يعود من أربيل إلى الأنبار إلى الرمادي، يدخل ممنوع يدخل من سيطرة الشعب في بغداد، لازم يجي بالطيران إلى مطار بغداد ومن ثم يذلوه في سيطرة بزيبز. هذول خرجوا مظاهرات. لماذا هذه المظاهرات مقدسة ويحميها الشرطة والجيش ويقبلون أيدي مقتدى الصدر، ولماذا هؤلاء مجرمون؟ إذن عمل معركة حرب بغداد أو معركة بغداد هي التي يريدون منها أن تكون معركة فاصلة، هذه المسرحية الهزلية لكي يقومون باقتتال يكون ضحيته أهل العراق من العرب سواء كان سني أو شيعي، من الذين يعادون المشروع الإيراني. وما يطبق على أهل السنة في الفلوجة سيطبق على أهل الشيعة في جنوب العراق بعد أن ينتهوا من صفحة إضعاف الكتلة السنية التي كانت تدافع عن العراق على طول الزمن الماضي، والذي اعترفوا بعظمة لسانهم قالوا أن السنة حكموا العراق من 100 سنة لم يفرقوا بوحدة العراق، بينما حكم الشيعة 12 سنة تحت الحماية الأمريكية والإيرانية، قسموا الشعب العراقي وقسموا البلد وأوصلوا العراق إلى هذا الحال المزري الذي لا يستطيع المواطن أن يأمن على نفسه. التسييرات حرق الناس بالكرادة عمليا
سنتهم وشيعتهم من أجل أهداف سياسية وأهداف تخدم المشروع الإيراني وإشعال الفتنة لغرض إعدام ناس في السجون. طيب يا أخي أنت تريد تعدم المجرم اللي فجر ولا تعدم المسجون اللي صار له 5 سنين أو 10 سنين هو في السجون؟ ما ذنب هذا في هذا؟ ما جرم لا تجرؤ جرة نزر أخرى؟ هذا الضغط المتواصل واللعب السياسية المتواصل المخابراتية على الشعب العراقي يقودها مقتدى الصدر بنجاح. وأنا حقيقة من أحذر كل العراقيين لا يثقوا بهذا الرجل، لأنه لا مصداقية له، مجرد أن يمتص غضب الناس ومن ثم يتركهم في أقرب فرصة تأتي الأوامر من إيران. عندما دخل المنطقة الخضراء وقام فيها في خيمته المقدسة أتت الأوامر أن ينسحب فانسحب. لماذا تنسحب؟ هل زال الفساد؟ هل حققت ما تريد؟ هل وصل العراق إلى مرحلة أنه قضيت على الفاسدين؟ لا، الفاسدين بالزيادة الآن. وترك ترك الفساد فساد، وأنا قلنا من البداية لا يمكن أن يصلح فاسدا فاسد أبدا. هذا المعادلة لا يمكن أن تكون، هؤلاء كلهم فاسدون. سرايا السلام والذي خرج منها كل معظم الفئات الإجرامية الميليشيات الإجرامية، قيس الخزعلي كان من أتباع الصدر، والآخرين الذين الآن سعد معرف إيش أيضا من أتباع الصدر له، الخراساني أيضا من نفس العباءة. إيران تستفرغ هؤلاء لغرض السيطرة على هذه المناطق وجعل الهيمنة للميليشيات التي ألغت وجود ما يسمى الدولة حتى بشكلها المهترئ الهزيل، ألغتها تماما، والآن هم الذين يسيطرون على الموقف. أشكرك، ابقى معي دكتور هلال، وصلت الفكرة وسنعاود الإكمال معك. سعادة الشيخ عبد القادر، قال العبادي وصف المظاهرات: مكافحة الفساد لا تكون بإشاعة الفوضى والإخلال بالأمن والاعتداء على المواطنين والمال العام وتعطيل الخدمات، وعدم المظاهرات سيجنب البلاد الفوضى، محذرا من تشديد جهد القوات الأمنية المنشغلة حاليا بالتحضير لمعركة الموصل لاستعادتها من قبضة تنظيم الدولة على حد تعبيره. تفضل. هذه الأيقونات التي يطلقها العبادي أصبحت يعني مجة لا قيمة لها بالمطلق، لأن هذه الأيقونات كثيرا استخدمها قبله المالكي. كانت مظاهرات الأنبار تبعد عن بغداد 150 كيلومتر وفي منطقة محددة وآمنة، ولم يكن هناك أي تجاوز على المؤسسات، وأيضا قال هي تعطل الدولة وهي تجعل من الدولة في فوضى. فإذا هي نفس العبارة، لأنهم يعلمون تماما أن المتظاهرون ليسوا كلهم أتباع الصدر، وأن المتظاهرون عراقيون حقيقيون كأفراد، لكنهم كما معلوم لا يستطيعون مواجهة الميليشيات في الوقت الحاضر لأنهم عزل، ولأنهم يريدون أن يعبرون عن تطلعاتهم، إلا أن يكون هناك تواجد لقسم من الميليشيات يتم بذريعته التظاهر والتعبير عن رأيهم. وإلا كما تفضل الدكتور هلال أنهم عندما كانوا يصرخون إيران برا برا، هذه حقيقة الشعب العراقي أنه ضد إيران جملة وتفصيلا، وأن تظاهراته تريد عودة العراق، لأن القضية لا تتعلق بالفساد، والقضية لا تتعلق به، لأنه العبادي لو كان صادقا وأنه يتكلم على أن هذه القضية لا تحل بالفساد، لماذا لا يتم إلقاء القبض على المفسدين الذين خرجت قوائمهم وقوائم المال الذي سرقوه؟ بل هناك جريمة كبرى أن الأجهزة التي تدعي كشف المتفجرات في السيطرات وهي اليدوية اشتراها ووردها إلى العراق المعروف التاجر فاضل الدباس، وهو حليف المالكي في قائمته الانتخابية. لماذا لا يتم إلقاء القبض عليه وإيداع أموال وصلت بالمليارات أخذها من أجل توريد هذه الأجهزة التي هي سبب رئيسي في إزهاق حياة المواطنين، لأنها لا تكشف شيء وهي لا تساوي أي شيء، وهي باعترافات ألسنتهم لا يمكن بأفضل حال المالكي يقول 20% لا يمكن كشف المتفجرات. إذن العبادي عندما يقول أن هذه المظاهرات لا تنهي الفساد، هو ما دوره؟ هو ما الذي فعله لإنهاء الفساد؟ لا زال يحمي الفاسدين، ولا زال يحمي ويدعم الفاسدين، وبالتالي هو بنفسه فاسد وعليه قضايا كبيرة في هيئة النزاهة وأموال مسروقة معلومة تماما للعراقيين تماما، وليس رخصة الهواتف النقالة ببعيد عندما كان وزيرا للاتصالات في 2005 عندما أخذ أموال علنية بطريقة واضحة. إذن العبادي اتهاماته للمتظاهرين وليس للصدر، لأن الصدر موكول بمهمة. المتظاهرون وصلوا إلى استهداف الأحزاب الدينية، هذه الأحزاب الكاذبة التي تدعي الإسلام والإسلام منها براء، والذي خالفت كل قيم الإسلام،
هي الإسلام يحرم السرقة وهي سرقت أموال العراقيين، وهذه القضية لن حتى رب العزة جل جلاله في عليائه لا يمتلك، لم يجعل لنفسه أن يمتلك الغفران دون أن يسامح الشعب العراقي. وهذه طبيعة الحال، استحالة أن تأتي بثلاثين مليون ليقفوا يوم القيامة ليسامحوا هؤلاء السراق. وبالتالي هم سرقوا أموال العراقيين، بل وصل الحال إلى سرقوا مفردات البطاقة التموينية التي يأكل منها الطفل والمرأة والجائع والعوائل العراقية. هم قالوا الدماء محرمة، وهذا ما يحرمه الإسلام، لأن هدم الكعبة سبعة مرات أهون عند الله من قتل مسلم، لكن أسسوا لفرق الموت وللميليشيات، وبعدم وجود بناء مؤسسة عسكرية دخلت داعش العراق، وبالتالي حولوا هذه المؤسسة إلى ميليشياوية قتلت العراقيين، أعدموا الكثير، أهانوا كرامة الإنسان العراقي. والله سبحانه وتعالى يقول ولقد كرمنا بني آدم، لم يجعلها حتى للمسلمين فقط، وبالتالي كل الموبقات هؤلاء الأحزاب الدينية ارتكبوها في العراق. فبالتالي المتظاهرون رأيناهم أنهم مزقوا صور الخميني ومزقوا صور عمار الحكيم وكل المعممين، وهتفوا ضد الأحزاب الدينية بطريقة واضحة تماما، لأن الشعب العراقي رافض هؤلاء ويعلم أن هؤلاء كاذبون. لكن حقيقة إيران أوكلت صدر أن يتم امتصاص زخم المواطنين حتى لا يبقوا أنهم ضد الأحزاب الدينية من أجل الوصول للانتخابات، وقد أي أصابهم اليأس من عملية التغيير في التظاهرات وفي الاحتشاد. لذلك حقيقة العبادي هو يقصد في كلامه على المتظاهرين العزل السلميين وعلى الشعب العراقي، ولا يقصد مقتدى الصدر، ولذلك هو يخشى أن الشعب العراقي ينتفض بعدما، وهذه مفروض عليه أن يصل إليها الشعب العراقي، أن يقتنع أن الصدر وغيره يلعبون عليه ولا 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 يريدون أن يؤازروه أو أن يكونوا معه. لذلك عليه أن يعتمد في نفسه وقرارته، وأن يجتمع من أجل أن تكون له ثورة حقيقية واعتصام مفتوح، وأن يكون هناك تغيير حقيقي ضد إسقاط الأحزاب الدينية الحاكمة في العراق والتي يبرأ منها الإسلام جملة وتفصيلا. لذلك عليه أن يعتمد على نفسه، وإلا فالعبادي هو من رعى الميليشيات وأدخلها في جسد الدولة علانية، وهو من أعطاها السيارات، واليوم جثث الهوية المجهولة الهوية والتي هي من السنة في بغداد تعود بكثافة يوميا، يعثر على ثمن جثث إلى 10 جثث كمعدل خلال هذا الشهر في بدايته إلى هذا اليوم 20 يوم، بدأت قضية الجثث مجهولة الهوية في بغداد تطفو على الساحة بطريقة واسعة. هذه التصفيات تعود للأزهار كيف الميليشيات في 2004 و2005. هل هي سعادة الشيخ سرايا الموت عادت من جديد لتقتل بهذه الطريقة؟ بالتأكيد كل الميليشيات مرتبطة في عملية القتل، لأن هؤلاء قتلوا من العراق 10,000 عالم في 2004 و2005 و2006، وهؤلاء كما معلوم ارتكبوا مجازر طائفية في 2006 سرايا الموت كما تسميها وهي الاسم الحقيقي لها. لذلك عادت هذه مسلسل الجثث في بغداد تظهر من جديد. من يرعاها؟ أليس السيارات الدولة وباجات الدولة وأسلحة المرخصة من الدولة التي يمنحها العبادي لهذه الميليشيات؟ فلماذا العبادي لم يكن له دور في حد فرق الموت، بل هو يدعمها إلى هذه اللحظة ويدافع عنها في كل المجتمعات الدولية، بمعنى أن هناك رسالة يريدون من خلالها أنهم يريدون فرض سيطرتهم على العراق بهذه الميليشيات وبطريقة قمعية وأمنية مطلقة. لذلك هو لم يحارب الفساد المالي ولا الفساد الإداري، بل شجعه وشاركهم فيه، ولم يحارب فرق الموت بل دعم الميليشيات. إذن العبادي عندما ينهى عن شيء لابد أن يطبق شيئا أو يطبق بخلافه أو أن يكون هناك بوصلة للإصلاح، لم يعملها مطلقا. ولذلك هم يعمدون إلى عملية ضر الرماد في العيون، وإلى عملية أن هناك صراع ما بين الصدر وما بينهم. هو الصراع نعم موجود، لكن الصراع ليس موجودا، الصراع موجود على رئاسة الحكومة، على الامتيازات السياسية، كل يدعي أنه يريد. وإيران تتربح من هذه القضية، فهي تظهر الصدر يهدد جنود أمريكا عندما يقول البنتاغون هو يريد يرسل 560، يقول الصدر أن هؤلاء 560 جندي أمريكي سيكونون هدف. طيب مو 4,650 جندي أمريكي الآن موجود بالعراق؟
لماذا لا تتكلم عن 4000 وتتكلم عن 506؟ بما معنى أن هذه الرسالة المبطنة حتى أمريكا تتحاور مع إيران وتقدم تنازلات مع إيران في العراق، إيران تلعب بالأوراق، تقدم الصدر يهدد وترسل المالكي يتفاوض في إقليم كردستان عندما ضد مسعود البرزاني بطريقة واضحة. لماذا؟ لأن هناك تضرر كبير تماما في إقليم كردستان للملف الإيراني الذي ترعاه إيران بطريقة واضحة، والذي جلبت حزب العمال الإرهابي داخل الأراضي العراقية وتدعمه. لماذا؟ لأن مسعود البرزاني وقع اتفاقية لعشرين سنة مع الولايات المتحدة الأمريكية، ووقع من ضمن هذه الاتفاقيات على إنشاء خمس قواعد دائمية كبيرة للولايات المتحدة في إقليم كردستان الذي وقعت قبل يومين. هذه الخمس قواعد تتركز في دهوك وأربيل، وهذا خطر كبير تظنه إيران على حلفائها الموجودين. والاتفاقية تنص على أن تكون 20 سنة بين إقليم كردستان والولايات المتحدة بطريقة مباشرة. لماذا لا يتكلمون عن السيادة إذا كانوا هم حقيقيون؟ أتحدى العبادي وأتحدى حزب الدعوة أن يعترض على هذه الاتفاقية. وتلزم الاتفاقية الولايات المتحدة بدعم البيشمركة رواتبها لمدة 10 سنوات قادمة. إذن هم يلعبون في قضية كيف الحكم والسيطرة على العراق، وعلى هذا الأساس هم يريدون من خلال هذه الأعمال أن تتنازل أمريكا لهم أكثر فأكثر، لأن هناك كما معلوم توافق أمريكي إيراني في العراق، لا سيما في إدارة أوباما الحالية التي تدعم المشروع الإيراني بطريقة واضحة تماما، وأصبحت حتى الشعب العربي يعلم هذا الدعم على حساب المنطقة، لأن أوباما يريد أن يستخدم الاتفاق النووي ويريد أن يستخدم المنطقة حقيقة لا يأبه لها، لأنه يريد أن تكون، لا سيما أن هناك اللوبي الموجود في هذه الإدارة، الإدارة الحالية الأمريكية هو لوبي إيراني بامتياز، لأنه استطاع اللوبي الإيراني أن يجعل من كبار مسؤولي اللوبي داخل الولايات المتحدة الإيرانية أن يتزوج بنت جون كيري، والذي قال عنه رئيس الكونغرس الأمريكي أن كيري، جون كيري وزير الخارجية، سمسار لإيران في المنطقة وفي العالم. لذلك حقيقة هم يريدون استثمار واستغلال هذه الفترة المتبقية من حكم أوباما من أجل فرض الأمر الواقع على الحكومة القادمة الأمريكية. لذلك تراهم هم يعمدون على التناوب فيما بينهم، الصراع الداخلي يسيطر عليه إيران ما بين مقتدى الصدر وما بين حزب الدعوة وحلفائها من خلال الاجتماعات التي تطرأ في 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 توزيع الكعكة. لكن هذا لا يؤثر، هم يستهدفون الشعب العراقي، لأن التظاهرات الموجودة تظاهرات تريد الإصلاح، تريد التغيير الشامل، بل هي رفضت إيران ورفضت كل عمل. سعادة الشيخ إذا تكرمت سنعود لك. سعادة الشيخ مشكور. دكتور هلال، قال الصدر الآن وجهة نظر الصدر أنه يريد أن يثبت للعراقيين أن شماعة محاربة الإرهاب التي ترفعها الحكومة لن تنطلي على الشعب العراقي، وأنه حريص على مسيرة الإصلاح ومحاربة الفساد جنبا إلى جنب مع محاربة الإرهاب. ولكن أنت تعلم علم اليقين بأن الصدر لديه سجل حافل في الفساد. هؤلاء الناس ينطبق عليهم قول الله سبحانه وتعالى: يقولون ما لا يفعلون. وقال الله سبحانه وتعالى في وصفهم بالنفاق: هم العدو فاحذرهم، هم العدو فاحذرهم، لأنه العدو واضح. أما المنافقون الذين يتلاعبون في عواطف الناس وفي مشاعر الناس ويلعبون على آمال وآلام الناس، هؤلاء هم من يحكم المنطقة الخضراء. الآن الصدر يعرف أن الفساد متغلغل في كل فصائله وفي كل ميليشياته، وهم الأول من ابتدأ هذه المرحلة، وهو الذي أول من بدأ بقتل أهل السنة في بغداد. ولا ننسى من اختطف 70 موظف من وزارة التعليم العالي في العراق ومن داخل الوزارة وقتلهم خلف السد، عندما كان الوزير من دكتور عبد الدياب العجيلي، وكيف اختفت أمورهم ولجان التحقيق كلها لم تثبت شيئا، ووجدوهم ووجدوا جثتهم بعد 4 سنوات و5 سنوات. القتل والفساد هو صفة من صفات الحكم الذي يريدونها في العراق لفرض إذلال الشعب العراقي بقوة الميليشيات. ولهذا السبب كل حزب إجا بميليشيا، يعني ما عدا الحزب الإسلامي لم يفلح بإنشاء ميليشيا، أنشأ ميليشيا تتجسس على أهل بيته، يعني على عكس الآخرين.
هم كلهم متساوون في الجريمة، ولكن حتى في هذا لم يتساوى مع المجرمون في الدفاع عن مكونه أو ذاته على الأقل، وإنما استخدم هذه الميليشيات لقتل أهل السنة في مناطقه وللتجسس على المقاومة، وهذا سجلهم الحافل بالخزي والعار. اللي صدر عندما يقول نحن نعلن الماضون في محاربة الفساد، يصار لكم من 2008 لحد الآن تتكلمون بنفس اللهجة، لم تقدموا فاسدا واحدا للمحكمة. اللجنة الوزارية، اللجنة البرلمانية، البرلمان كل من ينبح بلهجة معينة، أفرزوا 4 أشخاص، 2 منهم من التيار الصدري، من الفاسدين 2 منهم من التيار الصدري ومنهم مساعد ومعروف. طيب لماذا لم تقم الحد عليها؟ أنت تحاكم وتقيم محكمة على الأقل لدار الرماد في العين، تقول تعال أنت لجنة النزاهة في البرلمان قالت عنك كذا وكذا وكذا، وهذا رجل معروف مدان لشخص في لندن كان يعمل عاملا عنده ب8,000 باوند، سرقه من المحل في لندن، الآن يقول يظهر على التلفاز ويقول شو الـ5 مليون دولار، أنا كنت تاجر وكنت، والكل يعلم، والذي كتبها قصته شخص شيعي من أقاربه كان يشتغل عنده في لندن في محل موبايلات. فإذا هؤلاء الناس يتكلمون بالطور وهم أفسد الفاسدين. وأنا قلت في هذا الموقع الكريم أن هذه الأحزاب أتتنا بوجه علي بن أبي طالب وفقه عمر وحكمونا بقلب أبي لهب، لأن الفساد تجسد فيهم، السرقة تجسدت فيهم، القتل تجسد فيهم، الإجرام تجسد فيهم، سرقوا ما فوق الأرض والآن يرهنون ما تحت الأرض. الآن الأخطر نستدين من صندوق النقد الدولي مقابل رهون للنفط الموجود في باطن الأرض لعشرين سنة وثلاثين سنة وربما مئات. ولكن دكتور هلال، أليست هذه مفارقة أن يكون مجموع ما أرسلوه إلى إيران 1,015,000,000,000، والآن يعتبر العراق من أفقر دول العالم وأنتم تملكون 211 مليار برميل نفط، أي أنكم تملكون النفط لغاية 83 عام من الآن؟ هذا الكلام أخي الكريم، هم يقرون أن هناك فساد وهناك ولاهم لإيران أكثر من ولاهم لأنفسهم، لأن إيران لديها فلسفة تربي جراء صغارا على كراهية أهلهم من العرب لكي يعرضوا أنفسهم خدمة للمشروع الإيراني. هذا الكلام إيران صرفت عليه منذ سنين مرجعيات ومعممين وكتب ودس وأحزاب خفية شارك فيها الشاه اللي هو مو معمم. حزب الدعوة أسس في عهد الشاه، التيار الصدري في عهد الشاه، غيره في عهد الشاه، كلهم ولاءهم لإيران حتى لما كانت إيران تدعي أنها علمانية. أنا قلت في أكثر مرة إيران مشروعها قومي، جواز سفرها للحمقى المذهبية. لاحظ أنه كل هذه الصفصطائيات التي تأتنا من إيران والزحف واللطم وقتل أهل السنة، ما موجودين سنة في إيران، موجودين سنة في إيران. هل أعلنت إيران مشروع قتلهم كما أعلنت الأحزاب الإسلامية الشيعية في العراق قتل السنة علنا؟ وإلا لما بقى أهل السنة لحد الآن 40 سنة. القضية مو قضية مذهب، القضية قضية قومية. الآن يريدون أن نفذوا إلى جسد لبنان ونفذوا إلى جسد العراق عن طريق حزب الدعوة والمجلس الأعلى، وما شاء الله الأحزاب الفضيلة والرذيلة والتيار، الجيش الخراساني وجيش المختار وجيش ما أعرف منه 84 ميليشيا لقتل أهلهم. بالنتيجة إيران ما خسرانة إذا عندما يقتل الشيعي من عندهم 1,000,000 واحد، هاي ربح لإيران. والنتيجة عندما تصل إلى قضم الكتلة الصليبة سوف تنفرد بهم كما انفردت بالأحواز الآن. هذه اللي يدعون أنه حقوق الإنسان والإسلام، لماذا يا أخي لم تنتصر للمظلومين في الأحواز؟ يا أخي لم تسوي الجلسة العربية لمناسبة قدوم فريق من السعودية، فريق الاتحاد السعودي لكرة قدم، تضامنا مع أبناء بلدهم ولغتهم ولهجتهم. 5,000 فاحد اعتقلت منهم إيران والإعدامات بالشوارع. طب وين المرجعية الرشيدة وكلهم شيعة بس لأنه لسان عربي؟ يا أخي كراهية العرب وكراهية الإسلام ركيزة من ركائز المشروع الأنجلو-أمريكي الصهيوني الفارسي، ولهذا السبب تجد أن إيران تجند كل من يخدم مشروعها.
الآن ما خسرانا بالميليشيات التي تذهبهم إلى المحرقة وتجند داعش من منطفها في 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 مشهد وغيرها لكي يعملوا هذه الفوضى بقتل أهل العراق. من المستفيد؟ مستفيد الشيعي اللي يدفع ابنا للحشد يوم يراح منهم 20 و30 و50 و100، ومن الجانب الآخر كذلك هل تخسر إيران غير دفع سليماني وغيره يقودون هؤلاء الحمقى للدفاع عن المشروع الإيراني؟ الولاء لإيران عند شيعة العراق وشيعة البحرين وشيعة لبنان وشيعة سوريا وشيعة في كل العالم، ولاءهم لإيران أنا مثلتهم، وأنا آسف جدا على هذا الوصف، لكن هذا حقيقة الأمر، أنهم كل مرأة الزانية تتزوج رجل وتنام في حضن جاري. نعم، ابقى معي دكتور هلال. شيخ عبد القادر، توقيت الآن سنتطرق إلى هذا الاستعراض العسكري الذي ليس له تفسير على الإطلاق. توقيت الاستعراض العسكري المفاجئ ومكانه محاولة لثني الصدر عن تنظيم مظاهرات، هل هذا هو الغرض من هذه الاستعراضات؟ ونسي رئيس هيئة الأركان أنه سلم 4 فرق لداعش؟ اولا هذا الاستعراض وليس استعراضا عسكريا، استعراضا ميليشياوي بطريقه واضحه، لانه كما معلوم الميليشيات هي من استعرضت في بغداد، وهو رساله ايضا للبس الزي العسكري والمقتدى الصدر، هي رساله لشعب بغداد ولاهل بغداد ولسمه بغداد. مفادها هذه الرساله، مفادها ان الميليشيات كلها مع حيدر العبادي وحزب الدعوه، وان عليكم ان تفهموا يا سنه بغداد، لان سنه بغداد 4 مليون سني داخل بغداد، هذه لازم أن تفهم تماما، 4 مليون سني ليس بالحجم القليل، من مجموع أقل من 7 مليون من سكان بغداد، وبالتالي هناك مسيحيون وهناك شيعة. على هذا الأساس فهذه الرسالة واضحة، لذلك الميليشيات تقول ينبغي إنهاء حزام بغداد. حزام بغداد كما تعلم بغداد دائرية، كل حزام بغداد والأراضي الكبيرة هي كلها يسكنها من مكون واحد هو سنة بغداد، لذلك هذا الاستعراض موجه إلى الشعب البغدادي أنني قادر على أي تحرك، فإن هؤلاء جاهزون لقتلكم، ثم أن هؤلاء لن يصمتوا، سيبقون يضغطون عليكم حتى تخرجوا من بغداد وحتى تتقلل نسبتكم من بغداد، لذلك هو استعراض ميليشياوي وليس عسكريا، لأن هناك دلالات مهمة. أو الدلالة الأولى، لماذا لم يحضر وزير الدفاع؟ أليس في الاستعراض العسكري لابد أن يكون وزير الدفاع بالقرب من رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة في هكذا استعراض؟ ثانيا، لماذا لم يكون هناك في قرب حيدر العبادي رئيس أركان الجيش؟ لماذا لم يكون؟ لماذا؟ هذا دليل واضح على أنها رسالة استعراض سياسية وليست حكومية، لأنه في الأطر الحكومية يعني هي معروف قضايا كل دبلوماسية، معروف قضايا أنك لابد عندما تريد أن تقول للعالم أنني سأستعرض هناك عندي وزير دفاع وهناك رئيس أركان الجيش وهناك تقديم تحية عسكرية للقائد العام للقوات المسلحة الذي هو أعلى شخصية موجودة تقود القوات الأمريكية، وربما هناك حضور لصنف من الضباط الذين هي رسالة للعالم أن يروا أن العبادي لديه ضباط أكفاء وهيئة ركن وغيرها، كلهم لم يحضروا لأنه الاستعراض ميليشياوي، ولأن المكان أيضا حقيقة يدلل على غباءة من قال للعبادي استعرض في هذا المكان. ساحة التحرير يا سيد العزيز حتى يعلمها المستمع هي دوار، كدوار الداخلية وكدوار التابع وكدوار السام، دوار عادي، هذا الدوار سمي منطقة منه بساحة التحرير كاسم، ولا هو دوار يربط منطقة الشورجة التجارية وبعض المناطق السكنية وبعض المناطق الخدمية يطل عليها، فتوقيت المكان خاطئ، لأنه الاستعراضات العسكرية تكون في ساحة الاحتفالات الكبرى في بغداد التي تزين بسيفين، سيف عن اليمين وعن الشمال، وهناك منصة تليق أن يجلس فيها كقائد عام القوات المسلحة وضباط يستقبلون الجموع، وهي داخل المنطقة الخضراء وموجودة، لكن طريقة واضحة تماما أنه كل ما عملته أمريكا وإيران من إيجاد عملية وإيجاد سياسيين هم مهزلة بمعنى الكلمة، لأنهم لن يستطيعوا احترام نفسهم، ولذلك لأنهم في حافة الميليشيات ولأن عقولهم صغيرة استعرضوا في ساحة التحرير وهي دوار بسيط موجود في بغداد، هذا الدوار يربط عدة أحياء وشوارع في بغداد ليس إلا،
لذلك هو استعراض في رسالة واضحة، وطريقة الاستعراض يعني أولا طريقة الركضة ليست متناسقة، كل قسم من هؤلاء الكراديس يخالف بعضهم البعض، وهذا يدلل على عدم وجود التدريب وعلى عدم وجود أي قوة عسكرية. ثانيا طريقة المسيرة أيضا طريقة متهرئة مضحكة تماما، وكذلك عندما جاءت الميليشيات زالت الطين بلة عندما استعرضت بأنابيب للمياه صبغتها وقالت هذه صواريخ وهذه قواعد للصواريخ من أجل إرعاب وإخافة. وقال مجلس الأمن الدولي يوم أمس إيران تزود العراق وميليشياته بصواريخ وأسلحة لقتل الشعب العراقي. قالها مجلس الأمن الدولي والأمم المتحدة يوم أمس في اجتماعهم المفتوح بطريقة علنية. وقاسم سليماني الذي هو محظور دوليا وهي إهانة كما قال مندوب فرنسا، هي إهانة لكل العالم، وكما قال مندوب بريطانيا كذلك هي إهانة للمجتمع الدولي عندما يفرض حظر تجواء حظر عدم تحرك داخل خارج إيران لقاسم سليماني ونراه في العراق يسرح مع الميليشيات ويقتل المواطنين العراقيين. إذن هو اعتراف صريح تماما أن هذه الحكومة مدعومة إيرانيا. ثم هذه رسالة أخرى للولايات المتحدة أن هناك ميليشيات، عليكم في هذه المرحلة أن تقدموا التفاوضات والتنازلات حتى لا يتم حتى لا تستهدف إيران قواعدكم في بغداد لا سيما الرشيد والرستومية وغيرها، من أجل وبالتالي كما تعلم أن هناك عدد القوات الأمريكية قليل، وهناك السفير السيء الأمريكي الموجود في بغداد والذي هو قريب جدا من صفقات سلاح وصفقات تجارية مع حكومة العبادي وحزب الدعوة، وهو يوالي ويجامل الميليشيات من أجل الحفاظ على نفسه، كلها تصب في مصلحة أن العبادي يربح وقتيا. لكن أنا أقول أن العوام القادمة قادرة وسترون أشياء مذهلة، وإيران ستبدأ بالانكسار، وما إيران عندما وضعت أصابعها في المنطقة إلا هي أصابع ستحترق وستعود عليها. لكن نحن نحلل الواقع الآن، هذا الاستعراض هو غايته استعراض ميليشياوي على شعب بغداد ومن ثم على سنة بغداد تحديدا وليس على الصدر. نعم، ابقى معي سعادة الشيخ. دكتور هلال، تسود في بغداد مخاوف من صدام محتمل بين ميليشيات الحشد الشيعي الشعبي والأجهزة الأمنية، هل هذا كلام سليم أم هو عار عن الصحة؟ لا، هو التخوف أن تكون هناك تصادمات ما بين الميليشيات نفسها، يعني حقيقة لأنه مثل من ومن مثلا هي يعني على نقيض. شوف، أنا بغض النظر عن توحدهم في قتال أهل السنة فهم يختلفون على المصالح، يعني ثورة عندما قام الثائر مقتدى الصدر بمقاتلة الأمريكان بالنجف، ماذا كان الأساس؟ هل هو محاربة المحتل؟ هم صفقوا للأمريكان عندما دخلوا العراق، ولكن كان هناك خلاف على قضية المكاسب التي تأتي من في الكربلاء والنجف من الأموال، وهي أموال طائلة تقدر بتسعين إلى أكثر من 90 مليار دولار سنويا، وهذا الرقم هو الذي جعلهم يتقاتلون لكي يقولون أن هذه المكاسب يجب أن تقسم، وحلها الأمريكان بطريقة وبأخرى ورضوا. ولهذا السبب عندما تتقاطع مصالحهم، الله سبحانه وتعالى قال عنهم تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى. الإنسان الذي يطمع في الدنيا وليس له إرث أو نظرة إلى الآخرة وليس له نظرة وطنية، له نظرة مصلحية، سوف يتقاطع مع اللص الآخر في أي لحظة عندما تضرب مصالحه. ويغلفون كما قال ابن رشد رحمه الله، قال أفضل تجارة ناجحة هي أن تغلف الحق بالباطل وتلبسه رداء الدين. هؤلاء يجيدون هذه اللعبة بشكل كبير، وأن الميليشيات والاستعراض الذي قامت به الميليشيات هددت علنا كل من يجرأ من التقرب من أتباع إيران ومن قضاة إيران اللي يعينهم المالكي أو من المالكي، سوف تكون الميليشيات الإيرانية التي جهزت إيران لهذا الغرض هي بجانب ذلك الشخص، وأعني بهذا المالكي وحزب الدعوة والمخلصين لإيران. يعني هناك من التيار الصدري من هم من العرب ومنهم من الشيعة الأقحاح، العرب الذين لا يريدون إيران لبسوا هذا الثوب وقالوا إيران هي التدخل في شؤوننا. إذن هؤلاء
يخافون منهم في أي لحظة أن يقاتلوهم ويوجهوا عليهم الميليشيات. وإيران تسعى لذلك بعد معركة الموصل، ولأنه الحرب ما بين هذه الميليشيات هو مطلب إيراني أيضا لإضعافها وإضعاف العنصر العربي كما قلت، المرحلة الأخيرة من المشروع الإيراني أو ما قبل الأخيرة لإضعاف العنصر العربي وإنهاء وجوده في العراق بشكل كامل بعد أن أضعفت الكتلة السنية كما تعتقد، ونسأل الله سبحانه وتعالى يحقق لهم ذلك. يبقى عندهم المرحلة الأخيرة الذي بدأوا من الآن يؤسسون لها، هو شق الصف الكردي ما بين المسعود البرزاني وما بين الجلالة الطلباني وحزبه. والآن بدأت إيران تهدد رسميا كردستان العراق في شمال العراق وبالضربات، لأنه هناك حزب الأكراد في شمال إيران يقومون بعمليات ضد الطغمة الحاكمة في إيران، فبالتالي هم دائما الإيرانيون يصدرون أزماتهم إلى الخارج. وهذا التهديد تزامن مع زيارة المالكي إلى شمال العراق لكي يمهد لهذا. ولا ننسى أن المالكي أيضا اجتمع بالمعادين أو الأطراف المناوية لمسعود البرزاني ضمن لشق هذا الصف. إذن إيران تسير باتجاه تخطيط واضح بتنفيذ مخططها التدميري في العراق. وقلت أنا حقيقة في أكثر من مكان أن الخطوة اللاحقة سوف تستخدم إيران شمال العراق والعراق كخطوة باتجاه تركيا، وما حصل أخيرا حقيقة يدلل بشكل واضح بأن إيران تخطط بمسافات زمنية بعيدة يغفل عنها الكثيرين الذين يعتقدون أنهم منكفئون على دواخلهم وعلى المنطقة العربية. لا، إيران تريد أن تستبيع كل العالم السني، وأي قوة سنية بأي ما كانت في أي مكان فهي عدو لها، حتى وإن ادعت أنها لها مصالح معها في الظاهر، ولكنها تخطط إلى وهذا ديدنها منذ الخلافة المحمدية، منذ الرسالة المحمدية إلى الخلافة الراشدة إلى الدولة الأموية ومن ثم الدولة العباسية والخلافة العثمانية، زاخرة بالخيانات الإيرانية والتدخل الإيراني وتعاونهم مع الغرب والشرق. الشكر الموصول لسعادة الشيخ عبد القادر نايل شيخ مشايخ الأنبار والأستاذ الدكتور هلال أدليمي. في نهاية الحلقة نشكر باسمكم ضيوفنا الأكارم ونشكر لكم حسن المتابعة، وإلى لقاء يجمعوني بكم هذه أغلى أمنياتي. انتم عم تسمعوا راديو أوريونت.